اهلا فيك وفيك فيديو جديد اليوم. كيفكم؟ شو اخباركم اصدقائي؟ هلا اول شيء عصام المخرج تبع هاي الحلقه، مرحبا. اهلا عص، بعرف ما عم تسلم علي، بعرف بكرهك. المهم اصدقائي، مره بالحلقات الماضيه طلبت منكم انه تسالوا امي اسئله شو ما بدكم، انه قلت لكم حطوا لي اياها بهاشتاج خالي انفراس او ماما انفراس، وطبعا كتبتوا لي كثير اسئله، واغلب الاسئله كانت انه ايمت اخر مره عملت تحت او هيك شيء، بس هي الاسئله ما اخذتها مشان ما اكل خجله قدام لامي. على كل انه كنا عم ننقل من بيت لبيت، وهلا حتى استقرينا ورح نادي لامي ونشوف شو سالتوها وبرجع لكم. ثواني. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا، شرفت القناه. هلا حبيبي. اول شيء بعرفكم بامي، على فكره امي كثير بتساعدني وكتير بتكون نايمة وانا بسجل حلقات وبتسمع وبسوي حالة مو سمعانة. على كل، خلونا نبلش بأول سؤال. مين فادي عم يقول لك خالي انفراس قريتي خلفتي جحش وما خلفتي؟ طبعا عم يكتب انه باب المزح، ما في مشكلة، انا عادي باب المزح بيني وبينه مفتوح، فشو رأيك بالحكي؟ عادي هذا هيك الله، هيك الله خلقه. شو اسوي؟ علي مجد قال وسام بيعطيك مصاري من ارباحه على اليوتيوب. على فكره امي لا تصدق ما في ارباح على اليوتيوب. وبيساعدك بمصروف البيت ولا بخيل؟ وين بيخبي مصرياته؟ بالمخده ولا غير محله؟ هو ما بيعطيني، بس كمان بنفس الوقت هو مستر بخيل يعني. وما بعرف وين بخبيهم، بقول له اعطيني اياهم لخبي لك اياهم معي، ما بيرضى. حتى بامه بحسه ما بيامن يا جماعه. بقول له اعطيني خبي لك اياهم معي، ما بيرضى. من يوم مستحيل. من ايام العيديات لما كنت شو اسمه تخبي لي اياهم ما عاد امنت. تعليق من عبده جادوا قال قديش كنت تعطيه مصروف حتى طلع بخيل؟ لك كل التعليقات على البخيل. لا اعطيه اعطيه مصروف، بس يعني حسب حسب الظروف. اوكي، تعليق من جوجو عمر قال خالي انفراس اكلاتك مو طيبين يعني، ولا حتى هو هيك مثل الشلمونه، ولا التقفيل بس للبرن؟ لا هو اكلاتي طيبين، بس هو ما بيهتم بالاكل. ما بقول عن زيته هو هو ما بيهتم بالاكل. صح. دائما اهتمامه بشغله وبس يعني. تعليق من راوية داغستاني قال خالي انفراس وسام لمين طالع مهضوم؟ هالولد لمين طالع مهضوم هيك؟ دخيل قلبي. برني من هو صغير حس انه في بده يطلع معه شيء يعني، كان هادي بس بالاخير ما اشوفه غير يعني يعلق بكلمتين يقوم يعني خير الكلام ما قل ودل يعني، كتير كتير من هو صغير كانت حكياته مهضومين وحلوين و... أوكي. بس بالله عليك في راس مو بعد ما تعرف عليه زادت الشغلة فيه؟ يعني ممكن يعني. لا بتشد ايدك يعني. تعليق من علاء كينج قال خالي انفراس شو اكتر صفة حلوة بوسام، وقديش عمر الوسام، وشو الكلمة المعتادة اللي بيكررها بالبيت؟ اكتر صفة حلوة فيه انه هو هادي وخفيف الظل. شفتوا؟ ما يعني ما بتشعر فيه انه هو بالبيت معنا. تعليق بجنن كان من زهير كسار بيقول خالي انفراس شو كان احساسك لما وسام غنى لك اغنيه امي، او غنى اغنيه راب عنك؟ احساس لا يوصف، كثير كنت فخوره فيه، كثير 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 كنت فخوره فيه. امجد درويش خالي انفراس حاجبك شغل وسام باليوتيوب وحابة يكفي اما لا؟ عاجبني، بس انا بتمنى له الافضل، دائما بشجعه يعني بتمنى له انه يتقدم اكثر، ينجح اكثر ان شاء الله. وان شاء الله بفضل جهودكم انتم ودعمكم انتم، ان شاء الله ان شاء الله انا متفائله كثير بمستقبله. عبود عيسى وخالي فراس وسام كم مره جاب لك هديه على عيد الام؟ هذا الشخص كرهته انا، كم مره؟ كل سنه هو واخوته بيعملوا لي اياها مفاجاه وكلهم بيجيبوا يعني، كل سنه ما بيقصروا. فراس اسمعي رح نفوتك دغري يعني. ساره نجار الخاله فراس تعنيني كنتك دغري يعني، المخلوقه فايته دغري من الباب، فاتح من الباب. ونعم والله منك. بس فرجينا صورتك. بس والنعم والله منك، ما بتعرف. بس ممكن نتعرف عليك.
3 4 على فكره بكون شاب بحساب بنت تخورفتين في راسي. محمد اكس اكس سؤال هيك يعني فيه نقد قوي كتير لاسع، انه بتعتبري انه اللي عم يسويه وسام على اليوتيوب يقفل على العالم؟ انا بقول لك يا هذا الشيء عم يقفل على العالم، هذا الشيء صح اما غلط؟ لا، هو طالما هدفه الكوميديا وهدفه الضحك ومزح لا اكثر ولا اقل، لا ما فيه شيء. أوكي. تمام. شام شاشو خالق فراس، ايمت وسام حكى لك شيء وعصبك فيه؟ سؤال قوي. ما بتذكر. اعطيني مصاري. ما بتذكر انه عصبني. ده ما في ولا مره. خالين فراس دبريس ترى عرضك. بتذكر انه يعني ابو ماهر خالق فراس، متاكد انه هالولد ابنك مو مبدلينه بالمستشفى؟ شو والله اللي هو يعني في جدال حول الموضوع. يا حبيبي هذا شيء انه ليكون مبدلينه على اساس انه الان بين النور او شيء، لحتى هو مزوحي وكان اذنه موسيقيه من هو صغير. كل الناس خير وبركه انت راس. والله اصلا امي الحقيقيه كانت قدرتني اكثر. اوكي اصدقائي، لهم بنخلص الفيديو تبع اليوم، شمستونا قدام الوالده دخيل الفكون. اذا بتحبوا تشاركوا بالفيديو الجاي حطوا لي تعليقاتكم، راح تكون فقره مقفل. اذا كانت التعليقات حلوه راح تكون فقره مقفل، حطوا لي اياها، حطوا لي انه يعني السؤال تبع فقره مقفل راح يكون انه بينما انت تلهو في كذا كذا، يعني مثلا في ابن المواليد 2000 عم يعمل كذا كذا، هي منتشره كثير وكثير حلوه. اذا بيطلع معكم افكار بينما انت تلهو في شغلات بتكون عم تصير، حطوا لها بطريقه كوميديه وبتضحك كثير لاخر تعليقات الحلوه بس والمخضرمه. لا تاخذ شيء بنوب، حطوا لها بهاشتاج بينما وكفوها، بينما انت تلهو وكفوا لها. شكرا كثير لوقتكم، نشكر المخرج عصام وبشوفكم فيديو جديد. احبكم. بوجودي معه انا كمان.